تعالوا نتخيل كم مشهد كده احنا كمصريين لو اتحطينا فيه هيكون رد فعلنا ازاي. لو احنا مثلا ماشيين في برلين ودخلنا متحف ولقينا ديسبلاي عظيم جدا، حاجة يعني ازاز فخم كده وجواه راس نفرتيتي، وبعدين جالكوا واحد الماني من ظهركوا وقال لكوا احنا اسفين ان احنا سرقنا الراس دي بس هي الحقيقة تستحق السرقة. والمشهد التاني في باريس ولقيته في المترو محطة اسمها الاهرامات، وشابة صغيرة مثلا قاعدة على اليمين لابسة سلسلة دلايتها عبارة عن خرطوش فرعوني، وست على الشمال عمالة بتقرا كتاب جواه ورقة بردي فرعوني. وبعدين تدخلوا اللوفر تلاقوا الجناح المصري في استقبالكم، في مدخله تمثال شبه تمثال ابو الهول والناس من كل دول العالم بتتصور معاه، وقطع الاثار المصرية المسروقة او المتهربة او تم التخلي عنها محطوطة في ديسبلاي عظيم، حاجة كده زي ما تكون مجوهرات محطوطة على قطيفة بيج. ولو اتمشينا في الشانزليزيه ورحنا ناحية ميدان كونكورد هنلاقي المسلة المصري واقفة في منتهى الشموخ، وعلى مرمى البصر وراها برج ايفل، واللي يشوف الزاوية دي يفهم انه فرنسا حاطة رمز لمصر قصاد رمز بتاعها. وبالمناسبة ام كلثوم لما راحت باريس وسألوها ايه اكتر حاجة عجبتك في باريس قالت لهم المسلة المصرية، والقصة دي بتتحكي للاستدلال على ذكاء وسرعة بديهة ام كلثوم، ان هي لما جم سألوها على ايه اللي عجبها في البلد فما فيش حاجة هتقل عن عظمة بلدها. طبعا ده غير المسلات المصرية اللي موجودة في ميادين روما ودول تانية كتير. في اللحظات دي هتجيلكم مشاعر مختلطة، اولا هتسألوا ازاي الحاجة دي تهربت او تم التخلي عنها وايه موقف مصر منها، وطبعا هيجيلكوا احساس بالفخر والعزة ان انتوا بتنتموا للحضارة دي، وفي شعور كده بايخ قوي ودمه تقيل انه في صوت هيقولكوا الحمد لله ان الحاجة دي طلعت من البلد علشان حد تاني غيرنا يعرضها صح والبشرية تشوف الحضارة العريقة دي من غير اهانة. لان في مشهد موازي ممكن تدخل المتحف المصري وتلاقي قطة بتتنطط ما بين الاواني الفخارية اللي لقوها في المقابر الفرعونية، او مثلا تمثال فرعوني عظيم جدا مكتوب على رجله البوب اشرف بيحب الاميرة منى. ولو اتخنقت قوي وخرجت تتمشى مثلا على كوبري قصر النيل فممكن تلاقي مكتوب على اسود قصر النيل افتح علبة الكبريت هيطلع لك اربع عفاريت، او بحبك موت يا بسمة، او الشبح محمد شحاتة. كوبري واسود قصر النيل اللي قصتهم قصة بيرمزوا لفترة مهمة جدا ونقلة في تاريخ مصر الحديث، ونقلة في المعمار اللي خلى القاهرة من اجمل مدن العالم. ده غير طبعا انه بصمة تاريخية لمقاومة الشعب سواء ضد حاكم او محتل. تعالوا نحكي حكاية قصر النيل. تاريخ قصر النيل راجع لمحمد علي باشا، هو اول واحد حط اول طوبة في المكان ده، جاب مهندسين روم علشان يدخلوا المباني الرومية على الديار المصرية، وبنوله سرايا القلعة، قصر الجوهرة، سرايا شبرا، والبنت زينب هانم سرايا الأزبكية، والبنت نازلي هانم سرايا على ضفاف النيل. ما كانش في حاجة خالص في المحيط ده غير القصر، فالناس بدأت تسمي المنطقة دي بقصر النيل. يجي بعده ابنه الكبير إبراهيم باشا يبتدي يعمر في المنطقة أكتر، ويقرر ان هو هيبني فيها من اول كوبري ابو العيلة شمالا الى منطقة قصر النيل جنوبا، وامر بتمهيد المنطقة دي وردمها علشان يبتدي يجمل ضفاف الشاطئ، وامر ببناء سكنات للجيش في المكان ده ويقال ان هي كانت في محيط مبنى جامعة الدول العربية. ويجي من بعدهم الخديوي اسماعيل ويأمر بمد بناء سكنات للجيش لحد باب اللوق، وأمر كبير مهندسي مصر علي باشا مبارك بتحويل المنطقة دي لواجهة حضارية للعاصمة. فعلي باشا يختار 617 فدان علشان يبتدي يشتغل عليهم، وكانت الأراضي في المحيط أراضي زراعية مهجورة، ترع وبرك أو أرض سباخ. وبدأ علي باشا في التخطيط وعمل شوارع مستقيمة أغلبها متقاطع، وبدأ يحط عندان النور بتشتغل بالغاز ومواسير المية ويعمل أرصفة، وقال علي باشا مبارك إنها من أجمل أخطاط القاهرة وبدأ يسكنها الأعيان والأمراء. بعد عمليات الرصف والتخطيط الخديوي اسماعيل قرر ان هو يهب اراضي لشركات البناء والافراد على شرط انه تكلفة العمارة ما تقلش عن 2000 جنيه علشان يضمن انه العمارة تبقى اخر شياكة. تخيلوا بقى المنطقة في 1874 وشبكة الطرق واخدة 30% بس من المساحة، والمباني واخدة 13% والباقي كله بساتين وحدائق. قرر الخديوي ان هو يصل ما بين جزيرة اللي هي دلوقتي الزمالك ووسط البلد، فعمل كوبري بدأ إنشاؤه في سنة 1869، وكلف الخديوي إسماعيل شركة فرنسية اسمها فيف ليل لإنشاء الكوبري ده،
قعدوا شغالين عليه حوالي 3 سنين، ولما خلصوه كان في سنة 1872. الشركة الفرنسية دي مكات للخديوي إسماعيل من الذهب الخالص للكوبري والمنطقة المحيطة. أما عن قصة الأسود فليها أكتر من حكاية وليها برضو أساطير شعبية. أولها أنه في ناس بتقول أن الأربع أسود دول بيرمزوا لأبناء إسماعيل الأربع، تحس يعني أن قصر النيل ده صالون بيتهم هو معلق براويز للولاد فيه. تاني حكاية شائعة بيقولوا أنه الأسود دي حقيقية، كان مولانا الخديوي اسماعيل في افريقيا واصطاد الاسود دي بنفسه ببندقيته في رحلة صيد، وجاب الاسود دي معاه وحنطهم وحطهم على الكوبري. تالت قصة وهي الاكثر انتشارا انه الاسود دي بتصحى قبل الفجر بثلاث دقايق وتنزل في المية، وفي ناس على يقين وشافوهم والاسود دي بتنزل وبترجع تاني تقعد مكانها. مش مصدقين صح؟ تعال نشوف فيديو كده بيحكي الحكاية دي. خدت بالك؟ عرفنا اني اسدين. هنا في اسدين وهنا في اسدين، تمام. قبل اذان الفجر ثلاث دقائق الاسدين عكس معكوس، تمام. اول ما يسمعوا اذان الفجر واحد من هنا ينزل وواحد من هنا ينزل، بينزل بيتحرك تحت، بيتحرك شويه وينزل تحت على قلب الميه دول التانيين. لا والله انت شفت الكلام ده؟ ايوه انا مستعد. انا هاجي على فكره الفجر، هقعد النهارده على والله الفجر على فكره. والله بقول لك اول ما اسمع بصيت لهم على طول ثلاث دقايق. فهمني بس الاسد نفسه بينزل، الصنم نفسه بينزل شويه تحت ولا بيتحرك؟ ينزل يتحرك وينزل الميه تحت. اسمع على فكره القصه دي، انا راجل كبير هحارب بالله. لا مش والله سيدي، انا مش بكذبك. القصه وما فيها ان مولانا الخديوي اسماعيل كان عايز ياخد اربع اسود من طريق الكباش ويحطهم على كوبري قصر النيل، لكن علي باشا مبارك قال له ما انصحكش، هيتبهدلوا ونقلهم صعب، الاسهل لنا ان احنا نعمل اسود بنفسنا. فكلف الخديوي اسماعيل شريف باشا ناظر الداخليه بانه يكلم الخواجه جاك مار ويامره انه يعمل اربع تماثيل سنه 1871. واشرف جاك مار على نحت التماثيل واتعملت في فرنسا من البرونز الخالص واتكلفت 198,000 فرنك، ووصلت من فرنسا لميناء الاسكندريه ومن الاسكندريه للقاهره، ومن هنا تسمى الخديوي اسماعيل او السباع، وبقت كنية اي حد اسمه اسماعيل في مصر تقاله على طول كده يا ابو السباع. وعشان تكاليف الكوبري والمصاريف والصيانة عملوه شبه الكارتة، بقى عليه بوابات واللي يعدي منه بيدفع فلوس. وفي 27 فبراير 1872 نزل منشور في جريدة الوقائع المصرية بيقول تمن الرسوم لكل حاجة. ومن خلال المنشور ده هنجد ان كان في حاجات مختلفة وغريبة في الشوارع المصرية، واستوقفت استاذ عباس الطرابيلي في كتابه شوارع لها تاريخ. طبعا الستات والرجالة هما بيعدوا سواء شايلين او مش شايلين، فبيدفعوا 100 بارة، البارة هي عملة عثمانية. استاذ عباس بقى بيكتب في كتابه صفحة 63 بيقول من الغريب ان اعلان فرض هذه الرسوم ضم اشياء غريبة ربما كانت موجودة في هذا الزمن. إذا تضمنت الرسوم فرض رسم عبور على النعام الصغير والكبير والغزال والكلاب والخنزير والحلوف والضبع والدب، ويسدد عن كل منها 10 فضة. كان بيمشي عندنا غزال ونعام ودب. وفي سنة 1930 يقرر ملك فؤاد الأول أن هو يستبدل الكوبري القديم بكوبري جديد، علشان القديم معمول من الحجر الجيري، أما الجديد عملوا له صناديق حديدية وخرسانة مسلحة وعدية مكسية بجرانيت من أسوان، واختار شركة دورمان لونج الإنجليزية علشان تنفذ الكوبري الجديد. كوبري قصر النيل تقريبا الوحيد اللي في مصر اللي اسمه ما تغيرش، حاولوا يسموه كوبري التحرير وكوبري جمال عبد الناصر، لكن الشعب اصر ان هو كوبري قصر النيل، وده بيدي كده تاتش سمود للمكان. وكوبري قصر النيل ده نجم النجوم، دايما بيطلع في المجلات والجرايد العالميه. في 4 فبراير 1893 ظهر في مجله بلاك اند وايت الخديوي عباس الثاني في الاوتوموبيل بتاعه، والشعب بيحتشد حواليه وبيحاولوا يحيوه ويسلموا عليه. وفي مجله جرافيك الانجليزيه يصدر مقال في 9 ابريل 1904 عن الملامح الحضاريه في مصر في القرن العشرين، وكان بطل الصورة دي كوبري قصر النيل. أما عن مشاهد الصمود ففي 1 فبراير 1881 وقفت الثورة العسكرية، الثورة العربية، وصاد الخديوي توفيق على كوبري قصر النيل. وفي 31 مارس 1947 يقف الملك فاروق يوم الجلاء بانسحاب القوات الإنجليزية من سكنات الجيش اللي في المنطقة، ويرفع العلم المصري ببدلته العسكرية.
وفي 2011 حصل مشهد ملحمي كلنا شفناه على كوبري قصر النيل، والصحف العالمية كلها تداولته ما بين شباب الثوار اللي كانوا بيحاولوا يصمدوا ويستمروا في ثورتهم، وما بين نظام حاكم مصر ان هو يصمد برضه وما يقعش قدام ثورة الشباب. بعد كل ده وبعد القيمة الحضارية للمكان وللأسود، يقف بقى عفاريت الكبريت وبحبك يا بسمة وشبح محمد ولا مش عارفة كاتب ايه. والمصيبة انهم مش بس كاتبين على اثار وبيهنوها، المشكلة ان في غلطات املائية لا تختفر، يعني ممكن تجيب المرض والعلة. وترميم الاسود ده مش سهل، وشباب زي الورد بيقفوا في عز الشمس على السقالات علشان يرمموا الاسود، وكمان الموضوع مكلف جدا، الموضوع بيصل ل 8 مليون جنيه. ولما الناس على السوشيال ميديا يعني اعترضت انه ده مبلغ كبير قوي، الحكومة طلعت قالت ان البنك الاهلي هو اللي بيدفعهم ايا كان مين اللي بيدفعهم، فده اهدار للمال العام وما ينفعش ما يترمموش طبعا، لان موقعهم استراتيجي قوي. احنا بنتكلم على منطقة الزمالك اللي فيها سفارات وجهات دبلوماسية، ومن ناحية تانية جامعة الدول العربية. يعني الاهانة اللي بتحصل للاسود دي هي رمز للدولة، وحاجة بتبيننا احنا قد ايه شعب متحضر ومثقف ومتعلم. فأتمنى من كل قلبي الحقيقة أن كلام سواق التاكسي ده يطلع حقيقي، والأسود بتصحى قبل الفجر بثلاث دقائق وتجري ورا الشباب ده وتتعلقهم، ونصحى لقيهم متعلقين وهنتبسط كلنا ونجيب ناس تتبسط. لأن الحكومة في الآخر، آخر مشهد شفته للأسود كانوا عاملين لهم سور نحاس كده مشرشر علشان يمنعهم انه يطلعوا، وبرضه بيطلعوا. فالمرحلة الجاية بقى الحكومة هتكهرب الأسود تقريبا. دي كانت حكاية عفاريت الكبريت ومحمد الشبح وبسمة وكوكي مع أسود قصر النيل والخديوي إسماعيل. لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير، سبسكرايب لليوتيوب شانل ولايك الفيسبوك بيج. هشوفكم الفيديو الجاي، تحياتي.